صباح الخير وصباح دايما. التمارين المختلفة بتكون مع كوتش ريما عامر. لكل بتابعنا البركة بحياتنا الكبار بالسن، اليوم الفقرة لكم عشان تتشجعوا وتبدوا نهاركم بنشاط. صباح الخير ريما. صباح النور. عمو أبو محمود وأبو العبد منورينا، أنتم ضيوفنا الحلمين والدائمين دائما بهالفقرة. أهلا وسهلا فيكم. شو رح نعمل اليوم؟ اليوم رح نعمل برنامج حياة، اللي هو برنامج خاص في كبار السن. فإحنا دائما بنخلي دائما كبار السن على الكرسي أأمن، سواء بدهم يعملوا على الواقف يكون إشي ماسكين فيه أو على القاعد عشان ما يصير في ضغط على المفاصل. أوكي، يعني بحتاجوا بس كرسي. بس كرسي في البيت. تمام. نعم. يلا تفضلوا. صباح الخير، اليوم برنامج حياة هو برنامج كبار السن، معنا أبو العبد وأبو محمود من دارات شمة، دائما بيرافقونا بهاي الفقرة، فرح نكون مع بعض. نترككم نبلش. أول شيء نقعد على الكرسي. أول شيء رح نبلش مشي في المكان، نحرك رجلينا عشان نخلي الدم يتدفق. هلا بنحط ايدينا على رجلينا وبنروح بالرجل، واحد اثنين واحد اثنين، عشان نحمل رجلين بس. كمان على الجنب، ممتاز. هلا رح نرفع لفوق فوق تحت، كل هاي تمارين لعضلات الرجلين. كمان لفوق، ممتاز. نرفع أسرع شوي، أسرع شوي. تمام، يعني نسرع الحركة. هلأ من هون إيدينا فتح. تمام، عم نحمل إيدين. هلأ من هون منضلنا قدام، نرفع فوق ومننزل فوق تحت. كمان هلأ من هون رح نحط إيدينا لجوة ونمد لقدام بس عشان نحرك مفصل الكتف. كمان جوا وبرا. هلا بنعمل هون جوا برا اسرع. كمان هلا من هون فوق فوق تحت، كل هذا لمفصل الكتف، ضروري عضلات المعده مشدوده. كمان ممتاز. هلا نرجع للرجلين هون، كمان حرك الرجلين. هلا اول تمرين رح نفرد الرجل، فوق فرد ثني ومننزل، فوق فرد ومنثني ومننزل. ممتاز، فرد منثني ومننزل. ممتاز، كل هذا تمارين للعضلات الفوق الركبه عشان اول عضلات اللي حوالين الركبه، كمان من غير أي ضغط على الركبة. كمان آخر مرة نشد المعدة. عمي أبو محمود، هلأ رح نرفع الرجل ممدودة جنب. كمان جنب وجوة، ممتاز. تمرين للمفصل الفوق. هلأ منغير الرجل الثاني هون فوق وعلى الجنب، واحد تمام اثنين، ممتاز. ايوه هلا بنرجع هون، بنرفع الكعب وبننزله. تمرين لبطة الرجل، نرفع لفوق وبننزل، هاي لبطة الرجل. هلا من هون رح نرفع الرجل ونرجع هون فوق على الكعب، وضروري نشد الرجل. ممتاز، فرد ونرجع. هلا من هون رح نرفع الرجل، نرفعها لفوق، تمرين لعضلات الرجل كامله. نشد معدتنا عمي ابو محمود، نرفع حالنا لفوق، نغير الرجل، الرجل الثانيه فوق لفوق قد ما بنقدر عشان نقوي العضله زائد المفصل. ممتاز. هلا من هون نحط ايدينا هون ومنفتح رجلين مع ايدين. كمان فتح وضم، ممتاز. فتح وضم،
اثنين واخر مره. ممتاز ممتاز. هلا بنحرك الكتاف هون عشان نفكرك المفاصل، هيك بنكون حمينا كل العضلات. رح نطلع هلا ورا الكرسي، رح نلف ورا الكرسي، نوقف هون ونوقف ورا الكرسي. هلا تمارين خاصة ورا الكرسي، من هون بضل جسمي مرفوع، رح نرفع هاي الرجل شوي شوي وننزلها شوي شوي. الرجل الثانية نرفع شوي شوي وننزل شوي شوي، كمان نرفع شوي شوي وننزل شوي شوي، كمان مرة نرفع شوي شوي وننزل شوي شوي. كل هاي التمارين هلا للعضلات الجانبية من الرجلين، كمان كمان مرة على الجهة الثانية، وكله بطيء. هلا نعمل اثنين باثنين، واحد اثنين، نخليها فوق نتنيها ونرجعها وننزلها. ممتاز. نرفع شوي شوي، نتني ونفرد ونرجع. ممتاز. كمان مرة شوي شوي. دائما التمارين كبار السن بتكون بطيئة، وننزل كمان، نرفع ونتني نفرد ونرجعها. كمان مرة. هلأ من هون رح نعمل دوائر بسيطة، دوائر دوائر وهي ممدودة. ممتاز. ننزل الرجل شوي شوي، الرجل الثاني نرفع، دوائر شكل دائرة، هاي بأول رجل والمفصل. هلأ من هون رح نوقف هون، رح نعمل تاني للإيدين ونطلع شوي شوي. هون تمرين زي بوش أبس بس دائما على الكرسي أسهل للكبار. شوي شوي ونطلع، كمان مرة ننزل شوي شوي ونطلع، كمان مرة ننزل ونطلع، آخر تنتين ننزل ونطلع. ممتاز. آخر مرة ننزل. هلأ ممتاز. نضلنا ماسكين بالكرسي، نرفع الرجل لورا شوي شوي زي تمارين توازن عشان تقوي الأعصاب في الرجلين. نغير الرجل شوي شوي، ننزل الرجل الثاني. لما نوقف على رجل واحدة نقوي الأعصاب. ممتاز. كمان مرة. هلأ شو رح نعمل؟ رح نضلنا ماسكين بالكرسي، رح نرفع إيد عكس الرجل، نرفع الرجل واحدة من الرجلين. أيوة توازن. إذا مش قادر عمي أبو محمود مش مشكلة، نغير شوي شوي الرجل الثاني. هدف هذا التمرين من قوي كمان الظهر. كل هاي تمارين التوازن بتساعد على تقوية الأعصاب والعضلات. هلأ من هون رح نوقف ورح نرفع لفوق ولتحت بطة الرجل، كمان مرة فوق وتحت، كمان عشان نقوي بطة الرجل. هلأ من هون بنضلنا ماسكين الرجل، نفتح رجلينا شوي، نضلنا ماسكين، ننزل قرفصاء ونطلع لفوق، كمان نقوي الرجلين هون قرفصاء ونطلع. نحاول ما نطلع الركب لبرا، نقعد كأننا عم نقعد على كرسي. كمان ننزل، كمان اثنين وكمان واحد. هلأ شو رح نعمل؟ رح نطلع لفوق وننزل وبعدين ننزل قرفصاء. ممتاز. كمان مرة نطلع لفوق وننزل شوي شوي قرفصاء. ممتاز. كمان مرة نطلع لفوق وننزل قرفصاء ونطلع. ممتاز. هلأ نرجع بنقعد على الكرسي عشان نعمل تمارين الإطالة. طبعاً أبدعتوا عمي أبو محمود أبو السعيد. ناخد إيدينا لفوق هون، نعمل زي ستريتشنج. دايماً ضروري عملية الإطالة بعد التمارين البسيطة اللي عملناها على الكرسي. ناخد الإيدين لورا، نفتح الصدر كمان. ممتاز. بهيك طبعاً نكون أنهينا حلقتنا لليوم. بدي أشكر عمي أبو العبد، عمي أبو محمود، اليوم رافقونا بالفقرة برنامج حياة، برنامج كبار السن. إن شاء الله الكل يشارك معنا. رح أترككم تكملوا باقي الفقرات. يعطيكم العافية، معاكم ريم عامر.